بين دستور سعيد ودستور بالعيد، شكون خذل شكون؟ من وئام تام إلى تنافر تام، هكا شفنا العلاقة بين الرئيس قيس سعيد والعميد صادق بالعيد. علاقة تغيرت بنسبة 180 درجة، وعنوان هالنفور هذا كان يوم الأحد حين قرر العميد صادق بالعيد أن يقطع الصمت، وكذلك يقطع مع حجب المسودة اللي قدمها الرئيس الجمهورية، وقال أنه هو ما ينجمش ينشرها للرأي العام لأنه الرئيس هو صاحب القول الفصل. ولكن يبدو أن العميد سعيد العميد صادق بالعيد ما كانش يظن اللي الرئيس قيس سعيد ربما ما هوش بش يغزر لها جملة، وأنه عنده دستوره حاضر. الشيء هذا رد عليه شقيق الرئيس سعيد وقت اللي قال أنه اللجنة ما يزمهاش تغلط في دورها، وراهو استشارية موقعها، ولكن أيضا أنه الرئيس هو اللي عنده القول الفصل في المسألة. اليوم برر العميد صادق بالعيد وهو يتكلم ويتحدث عن في الصحافة الفرنسية وتحديدا جريدة لوموند، باش يقول اللي هناك خطر إقامة نوع من الدكتاتورية المطلقة في البلاد لصالح الرئيس الحالي، وبين أنه هذا خطر على الدولة التونسية. اليوم آخر نهار، أول نهار آخر نهار بالنسبة للمسودة المتحدث عليها، ولكن هل يتغير الموقف؟ ما نتصوروش. اليوم العميد بالعيد لما تحدث على الوثيقة بقى يستنى ربما في رد فعل الرئيس، ولكن لا حراك ولا أي قول. لكن غضب العميد جاء أيضا بدون رد فعل رسمي من الرئيس، حيث لم يحرك ساكنا وسط غضب وشماتة وتستاهلوا، وكذلك هذا ماهوش متاعنا وهذه مش خدمتنا. ولكن أيضا وسط جدل فيه تنابز بالنشر، أنت نشر دستورك وأنا ننشر دستوري، وسط لغط عالمي زادة على مستوى الصحافة، نلقاو للصحافة الفرنسية والأمريكية تتحدث على رئيس يحسن في صلاحياته وكذلك يزيح في عوائق إدخال تونس ربما إلى نادي التطبيع والبيع، أو هكا قاعدة تحلل جهات معينة. الحقيقة كيف تشوف النصين أو الوثيقتين تقول اللي ربما هذا كان معروف مسبقا. اللجنة استشارية والرئيس ما غرب حد، والرئيس يطيح من حساباته قوة أخرى اعتبارية وقعت مع مشروعه في استصدار الدستور وهي الاتحاد العام التونسي للشغل. يقول القائل إذا هو تخلى على هالقوة هذية بكل دم برد، فكيفاش ما يتخلاش على لجنة مشات معاه بركيكة بركيكة. ولكن في النهاية بدينا نحسوا اللي هناك فرق بين الطرفين وتنافر. هذا شكون اللي خذل شكون؟ هل هو بالعيد اللي كان على بينة من أفكار الرئيس في البناء القاعدي وعدم الفصل الحاد سيباراسيون ريجيد بين السلطات، وإلا الرئيس خذل بالعيد وقت اللي عينه على رأس اللجنة؟ هو اللي يعرف بالعيد اللي هو أستاذ القانون الدستوري وأب القانون الدستوري، وهو الذي يسعى دائما إلى دولة القانون والمؤسسات، وخليه يمشي للحوار بلجنة فاقدة لعديد الأوتاد منها الاتحاد العام التونسي للشغل. المهم أنه هالعلاقة هذية ما هيش بعيدة على قصة الطبال وخالته. الطبال يقول أنا باش نطبل لخالتي وباش تزيدني فوق المهية وفوق الفليسات باش تزيدني عشاء، والخالة تقول يا سعدي يا هنايا والدختي باش يطبل لي ويقيم لي العرس والفرح الباهي، وما هوش باش ياخذ عليا حتى فرنك.